السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله تعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، ازيك مولانا؟ الحمد لله، رد السلام مستوفا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل ألو؟ اتفضل. كنت عايز أسأل عن حديث وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، أخرجه البخاري في صحيح. وما هي النوافل؟ هي النوافل المقصود بها الصيام من الاثنين والخميس والثلاث أيام والسنن فقط، أم هناك نوافل أخرى؟ لا طبعا، هناك نوافل أخرى كالتنفل بالعمرة بعد الحج مثلا، التنفل بالعمرة، حجة النافلة غير حجة الفريضة، صلاة النافلة، صدقة النافلة. نعم نعم جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. شكرا استاذ. تفضل. كان عندي بس سؤال، كان يعني في واحد هو عاق لوالديه، انا عقوق شديد يعني، فانا ابلغته ان اللي بيعق والديه فكده ان هو داخل النار يعني. للحديث انا سمعته قبل كده يعني، هل ترتب ان انا اقول كلمه كده لما ادعوك على ذلك تدخل النار دوت يعني؟ لا يعني انت ما قلت له انك ستدخل النار، قلت له الذي يعق الوالدين قد يدخل النار، وكلامك فعلا قد يدخل النار عق الوالدين، قد يدخل. تمام والله يسلم. لكن متى تكون متأليا على الله؟ تكون متأليا على الله إذا قلت له أنك ستدخل النار حتما. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، ساعات وأنا بنتظر الصلاة بتبقى فيه سنة نومي كده، وأنا قاعدة لو حد نادى عليا هستيقظ، بس ساعات بشوف أحلام، ده بينقض الوضوء ولا لأ؟ عفوا أيدي. ساعات وانا بنتظر الصلاة، ايوه، يعني عيني تغسل يعني انام. لا، على هيئة المتمكن ولا نايمة مضطجعة؟ لا نائم جلسة. لا ما فيها مشكلة، كملي صلاتك الله يحفظك. حتى لو في احلام يعني خواطر سريعة، مش استرسال يعني. الله خير. الله يكرمك. بارك الله فيك يا اخ وليد عبد الحميد. تأخير البث اللي بعد صلاة ايه؟ عفوا، ماذا يقول أخ وليد؟ يا نرجو تأخير البث اللي بعد صلاة العشاء ولا إيه؟ مش فاهم.
السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذنك يا شيخ، مثلا حكم عمل المصمم الجرافيك لو مثلا مدرس طلب منه إن هو يعمل له تصميم غلاف المذكرة ويحط له عليها صورته برضه. والله أنا أنصحك ألا تصور ذوات الأرواح. أبدا يعني. الله يسلمك. تقول بنتي لما بمسك المصحف اقرا وردي بنتي تقطع المصحف، ترضيها بعديها عنك، وانت كيف تسمحين لها دلع فارغ تقطع المصحف؟ مالك يا اختي؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ربنا يبارك في عمرك ويبارك في اولادك يا رب. وياك. تفضل. بقول لحضرتك، هو هل ثبت النبي صلى الله عليه وسلم قام الليل بآية واحدة؟ لا يصح الخبر. طب حضرتك هل ده يصح عن أحد الصحابة؟ لا، هو مروى عن رسول الله في آية، آخر آية من المائدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك. ولكن سنده في مقال. سنده في مقال. طب حضرتك لو في أحد الشيوخ في المسجد قال هذا الحديث، وانا رحت حضرتك قلت له يعني اتوقع ان هو لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل واجب عليه في المره اللي بعدها ان يلفت نظر الناس ولا مش لازم، طالما هو يعني في ضعف فقط وليس اذا كان مقتنع غير مقتنع بك ولا برايك؟ خلاص، هي لو وجهه نظره، لكن لو واثق فيك وفي نقلك. طب هو لو بحث، يعني هو لو هو بحث ولقى ان هو لا يصح عن الرسول، هل واجب عليه ان هو طبعا يلفت نظر الناس طبعا غلط في الدرس اللي فات؟ يلزمه. يلزمه. ماشي يا شيخ مصطفى، ربنا يكرمك. شيخ احمد ولا انا غلطان؟ مع حضرتك. الحمد لله على السلامة، الله يبارك فيك. الله يكرمك يا شيخ. الله يكرمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كمل وبركاته، مش هتخسر شيء. الله يكرمك. وعليكم السلام ورحمة الله. يمكن الشبكة بس مش مظبوطة، معلش. اتفضل يا حبيبي. ربنا يعزك. سؤال بسيط بس كده بعدين حضرتك. يعني أنا ليا بنت اسمها حياء، وأخويا ليه ابن اسمه عبد الرحمن. هو هما يعني عبد الرحمن أكبر من حياء، أكبر من حياء بشهرين. طيب. تمام. فاحنا كنا عايزين يعني نخلوهم يعني اخوات من الرضاعة. يعني كم عمرهم الان؟ هم دلوقتي يعني هو وقتها هم دلوقتي عندهم عدوا سنتين، بس هم وقتها كان تقريبا عبد الرحمن عنده سنة وشهرين وهي عندها سنة. يا رضعتوهم يعني من بعض اصبحوا اخوة من الرضاعة ولا ما حصل؟ لا، هو الفكرة ان زوجة اخويا كانت يعني حامل في المولود الثاني، يعني انا فرمت يعني محتار شويه. يا حبيبي السؤال محدد، هل رضع او واحد منهما قبل السنتين او بعد السنتين؟ هو عبد الرحمن رضع من زوجتي عن طريق التعصير، يعني عن طريق التعصير. امتى متى هذا الكلام؟ وكان عنده حوالي سنه واربع شهور. رضع رضعات مشبعات من زوجتك عن طريق التعصير. بس مش مشبعات، لا، يعني هو اخد في كل رضعه تقريبا ما يقارب من 50 مللي. هو كان طبعا الرضعه المشبعه بالنسبه له كانت من 150 ل 200 مللي او يزيد عن كده كمان. كذا مره يعني ولا ايه بالظبط؟ هو يعني على حسب اجتهادنا، هي ادت له مره 50 ومره 45 ومره 20، يعني كانوا خمس مرات، بس مرات مش مشبعات. يعني هو ما كانش بيطلب تاني، بس هو بالنسبه له مش مشبعات، عشان هو كان القدر اللي بياخده الكافي في الوقت ده كان من يعني هو رضع من زوجتك وهو دون السنتين رضعات ثلاث غير مشبعات. خمسه غير مشبعات. لا، اخته من الرضاعه. اخته من الرضاعه. إيه؟ اخته من الرضاعه؟ ايوه، اخ لكل إيه؟ اولادك من الرضاعه. تمام، جزاك الله خير. عليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لك عم الشيخ مصطفى. الحمد لله.
بعد إذن حضرتك عم الشيخ مصطفى، يعني استفسار بسيط بخصوص وصية الوالد. والدي الله يرحمه توفى، وقبل ما يتوفى كان وصى بزاوية في قطعة أرض كبيرة إحنا 5 أخوات ورثة فيها، وحضرتك جبنا مهندس وزعها وطلع قطعة أرض للمسجد للزاوية يعني دي عشان نبنيها. وبعد كده نوينا أنا وإخواتي إن إحنا نبني فيها، ومؤخرا لسه كلام مستجد يعني بعض الإخوة قالوا إن إحنا مش هنبنيها في الأرض اللي إحنا حوشناها دي، ولكن هنبنيها في البيت اللي إحنا ساكنين فيه. إحنا 5 أخوات ساكنين في بيت. أنتوا توهتوني والله يا أخي. نعم؟ توهتني من كثرة الكلام، أعد الكلام باختصار شديد معلش. الوالد الله يرحمه وصى بان احنا نبني زاويه. وصى ببناء زاويه. ايوه تمام كده شكرا مصطفى. هذه الوصيه تتجاوز ثلث تركتها ولا تتجاوزها؟ لا ده ما تتجاوزش، لا ده اقل. اقل من ثلث تركتها، طيب. اقل من الثلث. وصى ان تبني هذه الزاويه في مكان معين ولا فين بالضبط؟ يعني امي والدتي يعني بتقول هو كان تاور على المكان الفلاني ده. وهو حي على مكان معين يعني. المهم انتوا راضيين، ايه المشكله بس فهمني. المشكله عم يا شيخ مصطفى ان اخواتي دلوقتي بيقولوا يعني طبعا عشان ظروف الحياه وكده مش عايزين يبنوها في نفس المكان، وعاوزين في محلين في البيت اللي احنا ساكنين فيه، عايزين يعملوا الزاويه في المحلين دول ويبيعوا الارض اللي هي اللي احنا كنا مخرجينها نبني فيها الزاويه. يعني أبوك بشهادة شهود عدول عيد المكان الذي تبنى فيه الزاوية؟ نعم بكلام بشهادة والدتي. أمك مش ما تكفيش يعني تقول شور بيده؟ لا ما شورش. أمال إيه يعني؟ هو وصى بزاوية وده مؤكد 100%. خلاص وصى بزاوية اعمل له زاوية في أي مكان. في أي مكان؟ أيوه. حتى لو في المحلين اللي في البيت بتاعنا؟ يا هو كلمة أي مكان فيها إجابة على سؤالك. تمام ماشي يا شيخ. تكون زاوية بس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم يا شيخنا وجزاكم الله. وإليكم يا رب. عندي سؤالين يا شيخ يعني بسرعة. اتفضل. دلوقتي يا شيخ في واحد يعني صديق ليا يعني صاحب يعني لا يصلي. ويتزوج برضه واحدة لا تصلي. هل يجوز ليا إن أنا أحضر العقد؟ والعقد ما فيهوش منكرات يعني عقد في مسجد. يجوز. زي ان انا احضر العقد. يجوز. طيب يا شيخ السؤال الثاني، رايك يا شيخ في مؤلفات الشيخ بكر بن عبد الله ابو زيد؟ مؤلفات طيبه. ده من العلماء السعوديه الراسخين، رجل عالم الله يرحمه رحمه الله واسعه. طيب يا شيخنا ماشي، جزاكم الله خيرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت يا شيخ كنت عايز اسال حضرتك سؤال. خليك معايا لحظة، الأخت نجلاء تسأل إيش يعني زاوية؟ مسجد صغير يا أخت نجلاء، اتفضل اتفضل يا حبيبي. حضرتك معايا؟ معك اتفضل. وليا واحد صاحبي شغال في مركز لإزالة الشعر للرجال. مركز إزالة الشعر للرجال؟ يعني يزيل الشعر بالليزر للرجال. هو شغال يعني هو تمريض بس شغال في المركز بيشيل شعر الرجال مثلا في الرجلين او الظهر او كده. طيب. وعايز يعرف الفلوس اللي بتجيله من المركز ده يعني حلال او ولا حرام. يعني هو بيزيل شعر العانه يعني ولا شعر الرجل وشعر الظهر وشعر الصدر؟ وممكن العانه. ساعات بيحدد مثلا الدقنه او كده. لا على حسب العمل يعني، اذا كان بيزيل شعر تحرم ازالته أو يحرم النظر أو إلى موضعه يأثم، لكن لو يزيل شعر مباح إزالته لا يأثم. يعني لو يزيل بشعر الرجلين مثلا العانة. نعم شعر العانة ما ينفعش أصلا طبعا يشيل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة. تمام. نعم شكرا لحديثك. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل فضيلة الشيخ مصطفى. تفضل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. معك محمد المهدي من جمهورية الصوماليلاند. تفضل بارك الله فيك. يا شيخ، ما حكم شراء أرض الحكومة لمنفعة العامة من قبل الرجال الأعمال بشرائها بسعر أقل من سعر السوق للأرض؟ هل أعطى رشوة للمسؤولين؟ أيوة. هل أعطى المسؤولين الذين يبيعون له رشوة من أجل أن يبيعوا له بسعر أرخص؟ أيوة. الرشوة حرام والبيع كده يأثم. شكرا، بارك الله فيك يا دكتور عمرو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. الله يرضى عنك. كان في مسألة عايز أعرف، ما حكم وجود ثقب فوق الركبة في البنطلون، يعني بس مش مبين الركبة أو حاجة خفة جدا ثقبين، حكم الصلاة فيه؟ حكم الصلاة في إيه؟ بنطال يعني بنطلون فيه ثقبين فوق الركبة، يعني فيه حتة اتنين حتتين معطيين صغيرين كده خالص فوق الركبة. رجال؟ نعم. رجال. صلاة صحيحة. صلاة صحيحة. طب حتى لو يعني ممكن مثلا نغيره عادي في كل الحالات، هو صلاة صحيحة في الأصل ولا؟ لا، صلاة صحيحة، يعني ثقب صغير في فوق الركبة في بنطلون. نعم. الصلاة حلال، تحب تغير البنطلون غيره من الأصل، لكن الأصل صلاة صحيحة. طيب، معي سؤال تاني. ها؟ سؤال تاني معلش. حكم التجاهل في حالة الوسوسة، يعني مثلا أشكى عليك. تجاهل، ماشي، تجاهل. نعم؟ تجاهل ما لم يكن عندك يقين. رضي الله عنك سيدنا. سمعين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديث حضرتك يا شيخ. تفضل. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. إذنك يا شيخ، الصلاة في البنطال جائزة يعني ولا؟ جائزة، لا مانع منها. قال عمر: صلي في دبان وسراويل، صلي في إزار ورداء، كله جائز ما دام ما تستر العورة. طيب يا شيخنا جزاكم الله خير. وإياكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك شيخنا الجليل. ويفيك يا رب. أمي رحمها الله كانت أوصتني ألا تدفن ليلا. طيب. إنها ما تندفنش ليلا يعني. وشاء الله إنها تدفن بعد صلاة المغرب. فهل علي إثم بعدم تنفيذ الوصية؟ يعني ما السبب إنكم خلفتم الوصية؟ هي توفت صباحا، فهي خايفة من دخول القبر في الليل، فهل كلام لا يعني توفت صباحا، يعني توفت 11 صباحا في اليوم اللي توفت فيه. أيوة، يعني كان يصعب ان جثتها تبيت الى غد حتى تغير ويحصل ضرر كده. كان فيها قرح وقرح فراش. خفت عليها من مثلا تغيير يعني كرح فراش، كانت مريضة بقالها. ما فيها مشكلة، فمن خاف. نعم. لا إشكال الآن، فمن خاف من مص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، فيجوز تعديل الوصية. ما عليش إثم يا شيخ؟ لا، ما فيش إثم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه يا شيخ، من فتره كان درس الاحياء بدا حجزه، ويعني خليت واحده صاحبتي هي اللي تحجز لي، فصاحبتي دي وهي رايحه تحجز لي كان في زحمه، وهي دخلت يعني تجاوزت الادوار وسابت الناس في ادوارها ودخلت من مكان يعني عشان تلحق هي بسرعه تحجز، ويعني مكان ما ينفعش تدخل منه فمن غير ما حد يشوفها، هل كده حرام؟ خلاص، ما الموضوع تم، ما تستغفر له وخلاص. يعني انا كده هي كده حجزت لي. خلاص، ما عليكيش مشكله، خلاص يعني اكمل واروح. كملي، كلمي، كملي، بلاش وسوسه.
طيب يا شيخ، في سؤال تاني. المدرسين بتوعنا بيجوا وقت الصلاة، والمفروض الراجل الصلاة في المسجد واجب عليه، فهم بيسيبوا الصلاة بيفضلوا يكملونا في الدرس، هل ينفع نفطر؟ الله ينفع الاسم على نفسهم، لكن انصحوهم ساعة الدرس يوقف يصلي، انصحوه لله. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله بخير. بارك الله فيكم. من فضلك يا فندم، أنا كنت عايز أعرف آداب زيارة المقابر، هل المفروض أقرأ مثلا قرآن للميت؟ هل المفروض أدعي عند المقابر؟ يعني لو وقفت على مقبرة ودعيت لصاحب القبر هذا، ستدخل المقبرة؟ يجوز ولا لا يجوز؟ إيه المفروض إن أنا أعمله في زيارة القبور يا فندم؟ تدخل السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. فإذا جئت السلام عليكم، سلمت على الميت، كما كان ابن عمر يدخل على قبر الرسول، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم انصرف تصلي على الرسول، تسلم على أهل، تسلم على الموتى وتدعو لهم وتنصرف. أدعو لهم وأستغفر. وتستغفر لهم وتنصرف. وانصرف، تمام تمام. طب هل الميت يستأنس بوجودي يا فضيلة الشيخ؟ والله بعد يعني عقيب الوفاة ورد عن عبد الله بن عمرو، ورد عن عمرو بن العاص شيء يفيد ذلك، لكن عن غيره ما وجدت شيئا. يعني قال إذا أنا مت في صحيح مسلم، فمكث عند قبري قدر ما تنحر جزور، ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. أما بعد ذلك فيعني لم يرد شيء يا فندم؟ لا أعلم شيئا. سيدي صلى الله، جزاكم الله خيرا. وياكم وياكم. السلام عليكم. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا. نعم. الشيخ مصطفى العدو معايا؟ أخوك مصطفى العدو. إيه؟ أيوه نعم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا عندك؟ تفضل. كيف يا شيخ؟ الحمد لله بخير. الحمد لله دائما وابدا. كنت عاوز أسألك على حاجة كده. اسأل يا حبيبي، خليك خفيف بسرعة. أنا بقطع يعني في الصلاة وكده، يعني عاوز حاجة، يعني إن أنا أقطعش في الصلاة. ها؟ يعني أنا بقطع في الصلاة وكده يعني. طيب أنت تقطع في الصلاة وأنت تعرف أن الله قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ويل ود في جهنم يسيل إليه صديد أهل النار، وقيل ويل وعيد شديد وتهديد أكيد للذين يتركون الصلاة حتى تأخذ وقتها. فإذا كنت تخشى الله حافظ على نفسك، واسأل الله أن يعينك، قل رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي وصادق صحبة صالحة تعينك على طاعة الله وعلى مرضاة الله. اللهم آمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، كنت بس عايز أنا وواحد صاحبي أزوركم، وإمتى وفين بس؟ كلمنا على الهاتف الخاص. ماشي. انت جاي من اي البلاد؟ من اي البلاد؟ انا في القاهرة. على كل، احنا في قرية مني سمنود، مركز اجد قهلية، مسجد اهل السنة. تمام. في معاد معين؟ متواجد في البلدة في الغالب اكثر الايام الا السبت والاثنين. تمام، شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا مولانا؟
الحمد لله جزاكم الله جل خير. استأذنك يا مولانا في سؤال. جدتي في مرض وفاتها رحمة الله عليها كانت أوصت بأن يقام لها سرادق 3 أيام. 3 أيام. لكن لم ننفذ الوصية، هل علينا إثم؟ والله يعني إذا كنتم امتنعتم عن تنفيذ الوصية لظنكم أنها لا تجوز هذه الوصية صحيح. فلا تأثمون. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بعد إذن حضرتك يا شيخ، وينفع إن أنا أحضر دروس للعقيدة مع واحد منتمي لحزب النور بس من غير ما انضم الأحزاب يعني وكده؟ ينفع بس يعني انتبه له يعني. لأن ينفع. طب لكن نقول لحضرتك على اسم الكتاب اللي بيشرح منه؟ لكن انتبه له، لا أخشى يورطك في الحزب. لا لا. عبد الرزاق بن همام الصنعاني. قيل له يا عبد الرزاق إمامك إمام سنة الإمام أحمد بن حنبل من شيخك، عن من أخذت هذا التشيع؟ قال جلست جعفر بن سليمان فأعجبني سمته فأخذت ذلك عنه. فانتبه بس، خذ منه العلم لكن الحزبية لا تتحزب. لا من دون انضمام شيخ. أنت ما أخ لكل مسلم، أنت أخ لكل مسلم، لا تحجر نفسك مع حزب ولا جماعة. تمام. انت ممكن اقول لحضرتك على اسم الكتاب؟ لا ما تقوليش على اسم الكتاب، انا ما اعرفش الكتب يعني الكتاب ايه يعني، كتاب ربنا اخير كتاب. ماشي يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. سيدنا، ما حكم حديث ملعون من سأل بوجه الله؟ لا يصح يا حبيبي. نعم. نعم، نحب أهل فلسطين وأهل الرباط وكل مسلم يا خالد الدقاق، ولا تفرقنا ولا تفرق أخوتنا حدود جغرافية. المسلم وأخو المسلم في كل مكان يا خالد الدقاق. المسلم في مصر أخو للمسلم في فلسطين، أخو للمسلم في الكويت، في السعودية، في أستراليا، في الباكستان، في أندونيسيا. تجمعنا الأخوة الإسلامية، بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخنا، كنت عندي سؤالين. سأل. سؤالي الأولاني بسأل على ما يحدث من تعظيم لكسوة الكعبة، ويعني عمل مواكب للكسوة والكسوة القديمة تقطع منها أجزاء ويتبرك بها، هل هذا يجوز؟ السؤال الثاني الحديث الخاص بتعليم الأطفال الصلاة، هل هو حديث صحيح ولا لا؟ وإيه هو السن يعني المناسب؟ لحظة واحدة بس، علي واحدة. أما التبرك ببعض قطع الكعبة والمواكب وكل هذا لم يرد على عهد الرسول عليه السلام بهذه الطريقة، ورد فقط التعلق بأستار الكعبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم ابن أخطل متعلقا بأستار كعبة فاقتلوه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما من سره أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه المرأة السوداء المتعلقة بأستار الكعبة. جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع. قال إن شئت دعوت الله فشفاك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت أصبر ولي الجنة ولكن ادعو الله ألا أتكشف. فكانت هذه المرأة تتعلق بأستار الكعبة. أما الاحتفالات بتغيير الكعبة والتبرك بأجزائها ما وجدنا سلفنا على هذا، بارك الله فيك. وسؤالك الثاني ما هو؟ السن المناسب لتعليم الصلاة للأطفال، يعني أنا ابني عنده 7 سنين. أما حديث ولا حديث بس سمعت إنه حديث ضعيف اللي هو علمه أرضكم الصلاة. منازع فيه. رضوا على العرش. منازع فيه شوية، لكن يعني الضعف مش شديد، منازع فيه. يعني أنا أعلمه لـ7؟ على أي لا بأس، على قدر تحمله. يعني ممكن يكون 6 سنوات وذكي، وممكن يكون 7 سنوات وأهطل. يعني أحسبه على التقصير؟ يعني أنا أصدق يعني أنا بقوم معي الفجر وبينزل معي المسجد. برفق ولي، كل شيء قد جعل الله لكل شيء قدرا.
تمام، شكرا لك. الله يكرمك وحفظك الله يا محمود الباز. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك شيخ؟ بارك الله في عمرك. احوالي طيبه والله يا اخي، الحمد لله. الحمد لله، بارك الله في عمرك يا شيخ. واياك يا اخي الكريم. سيدنا من الله علي بالحج هذا العام. من الله عليك بالحج هذا العام، الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد وفضل النعم. وانا كنت مفترض متعجل، كان عندي معاد طياره يوم الجمعه اللي هو كان يوم التعجل. فرميت الجمرات قبل الزواج. حوالي الساعة 8 الصبح. أي يوم الثاني عشر. يوم الثاني عشر نعم. خالفت السنة لكن الحج صحيح ولا شيء عليك. لا شيء عليك، تمام. كنت متمتعا و لم أتمكن من الذبح من الهدي. مش معايا فلوس، فصمت ثلاث أيام هناك، ولما رجعت كنت تعبت يعني الفترة اللي عدت لحد الآن ما صمتش. في ذمتك ما زالت. ما فيش مشكلة في التأخير عادي. في ذمتك. نعم التأخير بس ما فيش مشكلة. لا لا إن شاء الله، مش مشكلة. سبع إذا رجعتم. سبع إذا رجعتم. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل يا حبيبي. إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. كيف تسمع صوتك يا شيخنا وأخبرك إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. جزاكم الله خير يا شيخنا. حياك يا حبيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وبركاته عفوا. يعني لو مثلا أنا بلعب كرة قدم وأحدهم مثلا وصفني بالحيوان يعني أسالي، فأنا في خيارين صحيح، أما للتفضيل حديث من خالط الناس وصبر للتفضيل، أو ما هو ما الخياران فهمني يا حبيبي ما السؤال. لحظة خلي بس يروح يرجي باك شوي. أنا إذا لو مثلا بلعب كرة قدم أحدهم وصفني يعني أسالي، فأنا في خيار صحيح. وأنت تلعب كرة قدم وبعدين؟ فأنا إذا صبرت فهو للأفضل كما جاء في حديث فضل الصبر على الأذى، أو أني إذا أخذت بحقي فأنا لست آثم كما جاء ورد في الآيات. يعني أنت بتلعب كرة قدم واحد جي شتمك قال لك ضاعت الفرصة يا ابن كذا، هل تنتصر منه بالكلام أو تعفو؟ هكذا السؤال؟ يعني أنا في خياران، أما أني أصبر إما أنك تصبر على السباب، كل لاعب الكرة بينشتم الليل ونهار. يعني أنا لو أني صبر فهو الأفضل كما جاء في الحديث، يعني من خالط الناس صبر على، أو أني إذا ردت بمثل ما قال فليس علي شيء صحيح؟ نربأ بك أن ترد لأن المشجعون ألفاظهم سيئة، ونرضى بك أن ترد عليهم مثل هذه الردود. لكنني لست آثم صح يا شيخ؟ يعني لست آثم إذا اعتديت على من اعتدى عليك بمثل عدوانه، لكن خليك نظيف يعني اللسان، كن عفيف يعني اللسان. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا طيب من فضل الله. كان عندي سؤالين يا شيخ بعدين. تفضلي يا أختي. السؤال الأول، أنا كان في بنت عمي تعبانة عندها جن عاشق أو ملبوسة كده يعني. جن عاشق؟ في واحدة صاحبتي قالت لي على شيخ في القاهرة أكلمه وهو هيعالجها بالتليفون. بعدين فانا كلمته فراح قاعد يقرا له كده، بس قاعد يقول كلام مش مفهوم، فلما سالته راح قال لي دي لغه سرياليه احنا بنقرا بيها، بس هو كان بيقرا قران في الاول. هذا كذاب اشر. لغه سريانيه طلاسم يعني ما تفهمهاش.
وانا ما كنتش اعرف يا شيخ يعني كده انا عليا اسم. لا بس استغفر الله ولا تذهب اليه مره ثانيه. غسل يعني ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا شيخ. اتفضل. عايز حاجه يا شيخ، كنت سمعت بس قول كده ان لا يستحب الدعاء في السجود بامر من امور الدنيا، يعني اللهم ارزقني. لماذا لا يستحب؟ واما السجود فاكثروا من الدعاء فقمن ان يستجاب لكم. اذا كان الرسول في الصلاه، اصبر، اذا كان الرسول في الصلاه قال اللهم اسقنا اللهم اسقنا، وقال في الصلاه اللهم انجي الوليد ابن الوليد اللهم انجي عياش ابن ابي ربيعه، وقال في الصلاة اللهم عليك بالملأ من قريش اللهم عفوا، قال اللهم عليك بالرجال وذكوان وعصي عصة الله ورسوله. نعم. الأمر واسع، السجود يستحب فيه الدعاء. ماشي يا شيخ. سؤال تاني بس بعد إذن حضرتك. سؤال. هل يجوز يا شيخ إن الواحد يعني ينزل من بيته وراح يصلي الظهر يصلي العصر يركب السيارة ويذهب لمسجد معين يعني بيبقى في خشوع ورا الامام ده بالذات يعني، او لانه مشهور بفضله او بصوته الحسن، هل يجوز ولا يجوز؟ ما في مشكله، حديثنا عن تخطي المساجد ضعيف. يعني عادي يا شيخ يعني عادي، واذا كان صحيح حتى يحس ينزل على انه يذهب لغير عله. حاضر يا لولي نولي وليد، طول بالك يا شيخ. حاضر نطول بالنا باذن الله، وما صبرنا الا بالله. بس يا اختي الاسئله غريبه تخرجنا عن شعورنا احيانا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. اطال الله في عمرك على طاعته. يا رب والسمعين والسماعات يا رب. اللهم امين. يا شيخ مصطفى، اذا علم الرجل بعد ان كبر ان والده يعني لم يقم له بسنه العقيقه، فهل له ان يعق عن نفسه؟ عق محمد بن سيرين عن نفسه عند الكبر. نعم. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. بعد اذنك يا شيخ مصطفى، كان معايا ذهب خاتم ذهب فبعته، وصاحب واللي اشتراه مني قبل الفلوس بعد ساعه. هل هذا البيع تجوز ولا لا؟ لا تعد لمثل هذا. يعني لأن البيع ذهب بذهب يدا بيد، هاء وهاء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك؟ تفضل. بعد إذنك يا شيخ مصطفى، كان الشيوخ ليسوا نعبدهم ولكن نحترمهم ونقدرهم، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. كان عندي سؤال، كنا ثلاث اخوة اشتركنا في بناء بيت من حوالي 5 سنوات. الله يبارك. فالاخ الاصغر تعذر للزواج، فاكملنا انا واخوه الثاني البيت. الاخ الاصغر لقى بيت تاني او خد بيت اخوه التاني، هو دلوقتي بيطالبنا بحقه في البيت الاولاني. دي قضيه لازم تسمع من الاطراف كلها، قضيه ماليه تسمع من كل الاطراف. شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. نعم، ماذا عندك؟ نعم حضرتك. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت عايز أكلم حضرتك كلمتين بس، أستأذن حضرتك ما تقفلش السكة بس. والله إذا خرجت عن المعقول سنغلق. تكلمت حاشا لله، حاشا لله، حاشا لله ان احنا نخرج. اتفضل شيخ. اتفضل. وشيخ والدي الله يرحمه. الله يكرمك. شيخنا انت في يعني مقامك كبير، احنا الله يغفر لنا ولك. اتفضل. اتفضل الله يحفظك. انا
انا بكلم حضرتك من زمان مش من النهارده والله. انا اتفضل. ربي يسلمك ويحفظك يا رب السامعين والسامعات. اتفضل يا عمر. انا كنت اقول لحضرتك ان انا كلمت حضرتك في سنه 2012 استفتنا حضرتك في فتوى، لان كان الشيخ بتاعنا رحمه الله عليه، اسال الله ان يرحمه رحمه الواسعه، كان بيحاول يأجل الحل شويه عشان يأدبني انا يعني. فبعدين انا استعجلت وساعتها كلمت حضرتك على قناه الرحمه سنه 2012 الكلام ده. فلما حضرتك اديتني القشطه وانا رجعت له تاني قلت له الشيخ مصطفى العدوي قال لي كذا كذا كذا، انت ايه رايك؟ قال لي ما اقدرش اقول حاجه لان انت كلمت استاذنا ومعلمنا رحمه الله عليه. قال لي كده. الله يرحمه رحمه الله سعى. فانا اتصالي لحضرتك دلوقتي ان انت تدعي له بالرحمه رحمه الله عليه. الله يرحمه رحمه واسعه. وامواتنا واموات المسلمين يا رب يا رب. نحن نحبك في الله سيدنا. احبك الله الذي احبتنا فيه. انت من اي البلاد الله يستر ويرضك؟ انا من مركز اسمه البدرشين من محافظه الجيزه. انعم واكرم. بارك الله فيك ورحم الله شيخك وامواتنا واموات المسلمين. ربنا يجعله من حملة الكتاب ان شاء الله. اللهم امين. باذن رب العالمين رب الاراد لازم نجيب عمر ده باذن ربنا ونقابلك يعني نسلم عليك يحصل لنا البركه باذن الله. شرفني الله يبارك فيك ويسلمك. جزاك الله خيرا. هذا والشيء بالشيء يذكر. ربنا يبارك في عمرك ربنا يزيدك من علمه وينفعنا ويأجرك علينا خير. احنا تعلمنا من حضرتك كثير وتعلمتنا الادب. الله يغفر لنا ولكم. الله يغفر لي ولك. الله يغفر لي ولك. الله يغفر لك ولك يا رب. تفضل. السلام عليكم. هذا والشيء بالشيء يذكر. وقد توفي اليوم الاخ الشيخ محمد القاضي رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. نسأل الله أن يسكنه فسيح الجنان. وهو من الإخوة من أهل بلطيم وما حولها، وكان رحمة الله تعالى عليه نشطا جدا في بناء بيوت الله وفي تحريض الناس على الدعوة إلى الله. كان محبا للخير وقد مات، فنقول فيه وقد أمنت عليه الفتنة بعد موته. حق له علينا أن نذكر إخواننا أن يسألوا الله له الفردوس وأن يلحقه بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قد أفنى عمره فيما علمت في طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدمة إخوانه وبناء بيوت الله. قد كان محبا لذلك حبا شديدا ودل على الخير كفاعله. فنسأل الله أن يرحمه وأن يجعلها ليلة مباركة سعيدة عليه وأن يخلفه في عاقبه بكل خير. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك يا شيخ مصطفى. وإياك. تفضل. معك محمد. أنا رجل أعمال من جمهورية الصومال الآن. مرحبا بك. يا شيخ، هل يجوز إخفاء بعض بضاعتي التي تتصل إلى ميناء ما عن الحكومة لتخفيض الضريبة؟ يعني تهريب يعني. أيوة بعض بضاعتي. أيوة. الله يغفر لي ولك. الله يتجاوز عنا جميعا يعني يا رب. الله يغفر لك. ماذا أقول لك يعني؟ سؤال غريب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت استفسري بخصوص أجير محل لشركة من الشركات اللي هي بتاعت قروض. لا أنصحك بذلك، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. تمام. هو دلوقتي الموضوع ده تم خلاص وحصل، فأنا دلوقتي قدامي حل. خلاص إذا كنت اتفضل. على حسب ما توصلت. على حسب ما توصلت إن أنا أرفع عليهم قضية بإن هم يخرجوا أو أبيع العقار ده. أنت عفوا، أنت أجرت لهم جاهلا؟
أقمت لهم غافلا، الله أعلم بقى جاهلا أو على علم، الله أعلم. على كل حال ما فات قد انتهى، واستغفر الله ولا تجدد العقد. العقد لسه مستمر لمدة، الإيجار ده اللي داخل ده أنا هوديه فين؟ هسيبه فين؟ كم يعني مدة كم؟ في حدود مثلا 9000 الإيجار، ولسه فاضل مثلا حوالي لا يعني 7 سنين. كم سنة باقية؟ 7 سنين إن شاء الله. خلاص على العموم، إذا كنت غافلا أو ذاهلا خذ الإيجار واستمتع به، ولو تصدقت كل شهر ب1000 جنيه إن شاء الله بإذن الله لن تخيب. لا لو بعت العقار ده شيخ في اسم لم يلزمش انك تبيع العقار بقى خلاص. شيماء سعد وفقك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. معلش انا كان عندي سؤالين ان شاء الله. اتفضل يا حبيبي. انا دلوقتي بقى لي حوالي 10 سنين الحمد لله يعني بطلب العلم. الحمد لله. الحمد لله. طب انا دلوقتي اتممت تفسير القران للسعدي وتفسير ابن كثير، وقرات برضه كتاب فقه ميسر بسيط مع كتاب العده، والحمد لله اتممت شرح. السلام عليكم. الواحد بيطرش من كتر ما بيقول. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معلش يا شيخ انت قفلت سكه، عشان انا كنت في سؤال تاني بعد اذنك عايز اقوله يعني. اتفضلي يا اختي. هو المطلقه ينفع لو في فرح مثلا او حاجه هتجامل حد قدام البيت يعني مش بعيد، ممكن تروح؟ وهترجع تاني البيت ولا ايه؟ قدام البيت، قدام البيت يعني في فرح هتجامل حد يعني الأشياء اليسيرة ما أعفو عنها، القصد أن لا تخرج غاضبة يعني، الأشياء اليسيرة إن شاء الله ممكن يعني عادي تروح؟ الأصل أنها ما تروحش، الأصل أنها لا تذهب، لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن، لكن الأشياء الخفيفة اليسيرة قضاء طلب الرجوع لا بأس. يا الله أنت المستعان. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ لي سؤال. اتفضلي. أنا وقت كنت، أنا متزوجة دلوقتي بس وقت كنت مخطوبة كان قبل الكورونا، كنت اتفقت مع زوجي اللي هو كان خطيبي وقتها إن إحنا إن أنا عايزة أعمل عمرة بدل الفرح. وقتها هو كان موافق وقال لي ماشي تمام ما فيش مشكلة. هو بسبب إن هو ما كانش ماديا مقتدر الفرح اتأجل، فاضطرينا إن إحنا خلاص كورونا دخلت ما كانش في أفراح فما عملناش فرح. فبعد الزواج وكده هو قال لي قلت له عايزين نروح عمره، قال لي انا مش عايزه اروح. فقلت له بس احنا كنا قلنا احنا هنروح عمره كده، قال لي انا مش عايزه اروح، انا هديكي فلوس العمره وروحي انت اعملي عمره. واداني فعلا مبلغ معين وقال لي اعملي انت عمره، بس انا مش عارفه اروح لوحدي خصوصا احنا كمان خلفنا. فانا دلوقتي بقول له نروح عمره، قال لي انا مش عايزه اروح، روحي انت مع اي حد. خلاص روح معايا تاخد الفلوس مش مشكله. ماشي بس انا هعمل بها ايه؟ انا عايز اروح العمره وانا مش عارف. هو مش عايز يروح، هنعمل له ايه برضه؟ اصل ممكن تروح مع اي حد من اهلك يعني، هو مش واجب عليه؟ لا هو لا يريد ان يذهب العمره، ما لا العمره ليست واجبه عليه، واعطاك الفلوس روح مع اخيك مع ماشي. فلورز يعني. جزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام. شكرا. الحمد لله في نعم من الله. يلا الله يدوم عليك، الله يسلمك يا رب. كنت استاذن حضرتك لسه على سؤال كده هو. تفضل. سريع. بص حضرتك انا من 2019 كده يعني الدنيا ملخبطه معايا خالص. من 2019 الدنيا ملخبطة عليك؟ ملخبطة. أين أنت من طريق الله؟ يا رب يا رب أصلح أحوالي وأحوال المسلمين. يا الحكاية يعني كانت أختنجة أو شواز وكده. لا أستغفر الله. وأنا دخلت في حوار البحث. إلزم سنة رسول الله ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب أعصاب مع الدعاء لعله يعطيك بعض المقويات للأعصاب. السلام عليكم. وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى أحسن الله عليكم. عليكم. أنا بشتغل طبيب بيطري. ففي أوقات بضطر إن أنا أكشف على كلاب عند الناس بتستخدمها في غير الفرز والصيد والحراسة. فهل أأثم بالكشف وعلاج على هذه الكلاب؟ لا تأثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك في كل ذات كبد رطبة النجد. المرأة نزعت موقعها فسقت كلبا فغفر الله لها. طب السؤال برضو ينطبق على الخنزير. الخنزير لا، نحن أمرنا بقتل الخنزير. ينزل عيسى عليه السلام يقتل الخنزير، لكن لو لا يقاس عليه. لا 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 أبدا. لكن الكلب حتى صاحبه بيستخدمه استخدامه. يا أجبتك يا أخي الكريم، أنا أجبتك. لا داء الوسوسة معذرة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. أخبار حضرتك إيه؟ الحمد لله بخير. حضرتك شيخنا في سؤال، في أخت لينا. لنا مش لينا، أخت لنا. أخت لنا. هي. جزاك الله خير. هي. أخت لنا وبتسأل، هي كانت متزوجة، زوجها كان ظالمها يعني، تمام؟ كان بخيل جدا، ما بينفقش على البيت، فهي جالها مرض أثناء زواجها. فهو ما كانش عايز يصرف على مرضها دوت، يعني هو كان بيقول لها انا مش هصرف على المرض. طيب تمام. فهي كان معها شبكه، وكان معها ذهب خاص بيها وذهب خاص باولادها، فبعته وصرفت انفقت على العلاج الخاص بيها. تمام. اثناء ما هم في اثناء الزواج، جاء في هو كان عنده شقه، فهو كتبها باسمها عشان خاطر شيء قانوني، يعني يعمل شيء قانوني، قال انا هعمل تنازل ليكي بس شهرين ثلاثة وبعد كده ترد لي الشقة. فقالت له تمام. المهم يعني، المهم باختصار، المهم ان هو طلب بعد ما هو عمل تنازل طلب منها الشقة، فهي قالت له طب اديني 20,000 جنيه مقابل ان انا اتنازل على الشقة دي. تمام. فاعطاها 20,000 جنيه، وهي بتنازل عن الشقة طلب منها ان هي تتنازل عن الشقة وعن اي شيء تاني، طلب منها توكيل عام، فهي رفضت، قالت له لا خد الشقة بس، هتنزل لك عن الشقة بس. المهم حصل مشاكل وكده، وهو طلقها وردها قبل العدة بأسبوع، وحصل مشاكل، وان هو يعني المهم يا حبيبي خلصني، مش حدوتة طولت الحدوتة. حاضر. المهم ان هي خلعته في الاخر، حصل مشاكل. طيب وخلعته. والنهاية، النهاية الحقوق ايه؟ هل الشقة من حقه؟ لا ده لازم نسمع الدنيا، لازم قضية مالية هذه لازم تسمع بدقة من الطرفين. لازم الطرفين. لازم. السلام عليكم. السلام عليكم. الو ايه بس بعد نقول السلام على ثلاث مرات تقول لي الو. يا عم صلى على النبي كده. السلام عليكم. وعليكم السلام. ها. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. الله يعزك. بعد اذن حضرتك، انا دلوقتي عندي صيدلية، فانا عندي علاج بسعر قديم ونزل علاج تاني بسعر جديد، ففرق السعر كتير كبير. ما قانون الدولة في هذا الباب؟ قانون الصيادلة في هذا الباب ماذا؟ الحكومة تقول لك تبيع بالسعر الجديد او تلتزم بالقديم؟ لا هم عندنا بيقولوا هتبيع سعر جديد. ها؟ هنبيع سعر جديد عادي. يعني قانون الدولة انك تبيع بالسعر الجديد، بيع بالسعر الجديد ما في عليك مشكلة، وإذا بعت بالقديم أنت مأجور. على السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حضرتك فضلت الشيخ. الحمد لله أنا بخير والله. بعض العلماء الان يا شيخ في التسليمتين ينكرون السلام، فيقولون السلام بدون الف واللام، حكم الصلاه خلفهم. يعني يقولوا ايه؟ يقولون السلام عليكم ورحمه الله بدون السلام. يا اخي لام شمسيه، لام شمسيه بتختصر السلام عليكم. ما بيقولش حرف الالف اصلا. انت اللي مش سامع كويس. بس لا يقول حرف الالف اصلا يا عم، صل على النبي. يقول يا عم
قل السلام عليكم، كيف هل الصلاة صحيحة؟ تمام، جزاك الله خير. حياكم الله، يهديكم. بس السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا سيدنا؟ عامل ايه؟ الحمد لله طيب. الحمد لله رب العالمين. دلوقتي أختي تركت بيت زوجها وبدأت تمشي فترفع قضية طلاق عليه. فهل لو طلب ولاده في الفترة ديت لحين ما يرفع هو قضية رؤية شرعية في المحكمة، لو طلبهم عال عليها اسم لو ما ادتهولوش؟ ما هو لماذا لا تجعل الوالد يرى الأولاد؟ ما السبب الحامل لها على منع الأب من رؤية أولاده؟ الكيد بعد الطلاق أنت عارف. لا الكيد لا يجوز. لا لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز لها ذلك. لا يجوز. هل يجوز خروجها طيب مولانا؟ نعم. هل يجوز خروجها بدون إذن للعين الطلاق؟ ماشي، طرفين قضايا على بعض. آه. طيب خلاص، هي في بيت أبيها، أبوها المسؤول عنها. تستأذن منه يعني؟ من والدها. نعم، إذا كان الوالد متوفي هل من أخيها؟ من وليها. تمام، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم. نعم. إزي حضرتك يا شيخ؟ رأي حضرتك في القراءة في تفسير الطه بن عاشور؟ والله غيره أفضل منه، اقرأ في كتب أهل السنة، أحسن ابن كثير، السعدي، الجزائري، الأشياء هذه. يعني الكتاب فيه مخالفات شرعية يعني؟ في اتجاهات أشعرية وفي لخبطة في بعض المواطن وأنت لا تستطيع أن تميز. أيوة يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. نعم. كنت بسأل حضرتك سؤال بخصوص الزكاة. سل. أنا عندي يعني أنا بتاجر في العقارات وشاري قطعتين أرض أو بيتين، ففي حد قال لي إن أنا ما يجوزش. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. الله يكرمك. بص يا شيخ، في الفرح عندي وضعت دفتر على اساس انه يعني يحط فيه النقطه وكده. فهل الدفتر ده للاسف الاسيف انه ضايع. فهل هذه الاموال الموضوعه في الدفتر اللي الناس نجدتني بيها، هل هذه الاموال على سبيل الدين؟ يعني هذا السؤال كده؟ بص يا شيخنا، انا العرف عندنا في البلد ان احنا في الافراح بنضع دفتر لكل من يجي ينجط يكتب دفع كام، 100 200 هكذا. أيوة. الدفتر هذا يعني انا مش لاقيه. فهل هذا الدفتر هي اموال تكون علينا دين، بحيث انه الاخ اللي بيجي يحط في الدفتر بيكون نيته انها ترد له في الفرح عنده؟ طيب ما انت عارف الغالب يعني حتى لو الدفتر ضاع عارف. لا يا شيخ، ده بيبقى كثير يعني الاسماء كثيره. بس انت اجتهد قدر الاستطاعه، كل ما يجي له واحد فرح في البلد يدفع. طيب يعني يا شيخ لا يسقط عنك هذا. لا يسقط. نعم؟ لا يسقط، لأن في البلاد عندكم نقوط الأفراح ده يرد 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 يرد. أيوه. إذا جزاك الله خير يا أخي السيد البعدي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. فضلك يا شيخ، أنا أتعامل مع نصارى، فهل علي اسم لو انا ما بينتهم شيء فساد العقيده اللي هم عليهم؟ قدر الاستطاعه، قدر من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه. يعني بين لهم قدر الاستطاعه. انا اكتفي بان اكون نموذج لي فقط. نعم. انا اكتفي بان اكون نموذج للمسلم الصالح. لا لا لا، هو الرسول كان يكتفي بكده ان يكون نموذج. بلغ ما أنزل إليك من ربك، بلغوا عني ولو آية. إذا ترتب على دوت المشاكل بالحسنى، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وقال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. شكرا. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
بارك الله فيكم فضيلة الإمام. وياكم. لو سمحت شيخنا، هل الرشوة تكون بالمال فقط؟ هل الرشوة تكون، لا ممكن تكون بأشياء ثانية. يعني مثال لو سمحت. مصلحة مقابل مصلحة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. حبك في الله مولانا. حبك الله الذي احبتنا فيه. كنت بقول لحضرتك يا مولانا، هل يجوز الواحد يدفع صدقة مثلا او يتصدق عن مولود لسه ما جاش؟ مولود لم يولد، صدق عن مولود لم يولد، صدق عن الاحياء وعن نفسك يا ولد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت كنت عايز اسال بس على وسيله منع الحمل، لو خدت يعني حرام ولا حلال؟ ما السبب؟ السبب اني خلاص الحمد لله انا معي 3 اولاد وقلت الحمد لله مش عايزه ثاني. مش عايزه ليه؟ يعني الحمد لله عشان نربيهم كويس ونعلمهم وصحه برضه يعني. كم عمرك يا اختي؟ نعم. كم عمرك؟ 26. 26 مش عايزه خلف. طب ماشي يعني انا هقعد. الزوج والزوج ايضا نفس الموضوع. نعم. الزوج نفس الموضوع. اه مستكفي الحمد لله. ها؟ ايوه الحمد لله. والله يا اختي الحمد لله على كل حال، لكني ارى ان تستكثروا من النسل لقول النبي صلى الله عليه وسلم، تكاثروا فاني مباهم بكم، ولقول ربنا سبحانه وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. بارك الله فيك. مش حرام بس الافضل يعني بس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤال. سل. أنا دلوقتي الحمد لله والشكر لله ربنا أسأل الثبات، يعني بنزل صلاة الفجر قبلها بنص ساعة. يا رب لك الحمد. وكان في حد قال لي إن أنا يعني استنى عن النبي إن أنا أصلي استنى في البيت بعد كده أنزل. في حد كان قال لي ان انا صلنا في البيت. لا، ما انت ممكن تصليها في المسجد، من دون ستخرج مبكرا، لان صلاتها في البيت هتحرمك من الذهاب للمسجد، الا اذا كنت ستقيم الليل في البيت احسن. طيب يا شيخ. الله يكرمك. عبد الرحمن. بهذا القدر أجتزي حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاكرا لله سبحانه وتعالى ولأنعمه. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض وما فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى
اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اجعل لنا يا ربنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من الحور بعد الكول يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك وتحول عافيتك يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى توفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رب أكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا واسلل سخائم قلوبنا. اللهم انصر المسلمين إنما يكونون وحيثما يكونون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.